بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا متابعين الكرام. خبر عاجل، وكالات الأنباء تقول تحطم مروحية تابعة لحفظ السلام بجنوب سيناء بسبب عطل فني. أفادت وكالات الأنباء عن مصرع 7 جنود من المراقبين الدوليين من جنسيات مختلفة في تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام في جنوب سيناء، وذلك أثر عطل فني. وأفادت وكالات الأنباء إن الجنود القتلى في سيناء هم 5 أمريكيين وفرنسي وتشيكي. تحطم مروحية تابعة لحفظ السلام بجنوب سيناء بسبب عطل فني ومقتل 7 جنود من المراقبين الدوليين. ربنا يستر، هنوفيكم بالأخبار الجديدة بإذن الله، بس يا ريت تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.